مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل تقريبا دارت المناقشات حوالين الموقف. دكتور أشرف صبحي طبعا ممثل الدولة كوزير للشباب والرياضة عرض الوجهة العامة، عرض كثير من التفاصيل المهمة في السياق، ثم استمع طبعا إلى رأي كابتن محمود الخطيب وتحدث عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة النادي حوالين تفاصيل المشهد بكل أسبابه بكل تداعياته. ليه الأهلي أخذ هذا الموقف؟ لا هو موقف متشدد، ولا هو بيضع العربة قدام الحصان، ولا هو بيستعرض عضلات، ولا عايز يكسب جيم، ولا أي حاجة من ده خالص. الأهلي عايز النظام يمشي، عايز العدل يسود، عايز احترام الجدول من قبل الاتحاد كما تعاهدنا قبل الموسم. بس معقول الأمر؟ أنا عندي راجل خواجة مدرب حاطط برامجه، حاطط أفكاره وإعداده للاعبته زي ما أنتم متابعين وشايفين، بيدور كل اللعيبة ويستخدمهم حسب ظروف المباريات. فبالتالي ما ينفعش يبقى ماشي في سكة ومرتب خطواته لمباراة مهمة زي مباراة القمة وفجأة لا بلاش ديت خد ديت. في حيثيات فنية، في دوافع حقيقية، في انه في النهاية انا بحترم الجدول وكل اللي انا بطلبه الناس تحترم ده. بجانب ده او قبل ده او اهم من ده، الاهلي يضع المصلحة العامة والمصلحة العليا فوق اي اعتبار، ولا احد يمكن ان يزايد مع الاهلي في هذه الجزئية. عندما يتعلق الامر بالمصلحة العامة والمصلحة العليا للوطن فلا شيء، لا شيء على الاطلاق، لكن الامور تبقى واضحة وتبقى في نطاقها او في سياقها السليم. عشان كده الجلسة على قد ما ان هي امتدت فترات طويلة يا باشمهندس عدة ساعات، لكنه كانت مثمرة جدا، وهتحط نقط على حروف مؤكد، اوضحت او كل الاطراف ظهر لها الصوره بشكل واضح جدا، سواء مجلس الاداره او السيد الوزير، وفي النهايه كان في توافق وروح رائعه جدا. الاهلي يدرك جيدا اهميه الموقف لصالح النظام العام، ويدرك جدا المصلحه العامه وضروره الانحياز ليها بكل قوه، ودي مش جديده على النادي الاهلي على الاطلاق، هو اسس لهذا الهدف ولهذا الغرض. والسيد وزير الشباب والرياضة أدرك إلى أي قدر النادي الأهلي عند مجلس إدارته هذا الوضع من المرونة الكبيرة، تفهم كل الأمور ولكن بنطاق صحيح أو وفقا لضوابط كاملة. فتم الاتفاق على استمرار الجلسة لبكرة إن شاء الله، لأنه طبعا مجلس إدارة اتحاد الكرة معني بهذه المسألة، هو المنظم للمسابقة وهو المسؤول عن إدارتها. فبالتالي استكمال المشاورات والاجتماعات للغد ان شاء الله لاستيضاح الموقف كاملا واصدار القرارات المهمه في هذا السياق. لكن ما يجب التاكيد عليه وما يهمنا التاكيد عليه، تفهم الاطراف كلها لطبيعه اللحظه وظروف المرحله، وتغليب الجميع المصلحه العامه لمصر على اي اعتبار. فان شاء الله يكون القرار بكره باذن الله يحافظ على هذه المركزات الاساسيه. اكثر الناس حرصا آه على ان الامور تمشي في سياقها الرياضي الهادئ الملتزم.